سهرانات. اليوم ان شاء الله باش نصلح لكم التمارينات الكتاب المدرسي اللي يحكوا على قواسم عدد صحيح طبيعي ومضاعفاته. اذا نتابعوا مع بعضنا ونحلوا الكتاب المدرسي صفحه 69. شنو فيه التمرين الاولاني؟ اعطيني مجموعه اعداد ويحب يشوف هل انه الاعداد هذه قابله للقسم على 9، قابله للقسم على 2 ولا على 3 ولا على 5. اما قبل ما نبدا نصلح التمرين باش نعطيكم ملخص صغير باش نعطيكم تذكير صغير للقابليه القسمه. باهي باهي، باش يكون العدد قابل للقسم على 9 شنو باش لازم يكون؟ قابل للقسم على 9. شو معناتها قابل للقسم على 9؟ لازم يكون مجموع ارقامي يقبل القسم على 9. مجموع ارقامي قابل للقسم على 9 شو معناتها؟ مثلا عندي العدد هذا، باش نشوف هل هو قابل للقسم على 9 ولا لا، بطريقه بسيطه نجي نجمع نعمل 3 مع 2 مع 1 ونشوف هل انه المجموع هذا قابل للقسم على 9 ولا كان قابل للقسم على 9. اذا العدد نتاعي قابل للقسم على 9. باهي، قابليه القسم على 2 شو معناتها؟ قابل للقسم على 2 مجموع ارقام قابل للقسم على 2 لازم يكون رقم احادي زوجي. شو معناتها رقم احادي زوجي؟ معناتها رقم احادي يكون 0 2 4 6 ولا 8. باهي، باش يكون هو قابل للقسمة على 2. باهي، وعندي قابلية القسمة على 5. شو معناتها قابل للقسمة على 5؟ معناتها رقم احاديه يا 0 ولا 5. نجي نشوف رقم الاحاد، كان 0 راه قابل للقسمة على 5 وكان 5 راه قابل للقسمة على 5. باهي، هذوما اللي باش نستخدمهم في التمرين نتاعي، وكل مرة في تمرين نتعرض لقابلية قسمة جديدة نعطيكم ملخص صغير، فهمنا؟ باهي، شنو الأعداد اللي عطيهم اليوم في التمرين؟ حلو الكتاب صفحة 69 وشوفوا الأعداد، عطيني 5 أعداد، عطيني العدد الأولاني اللي هو 3 5 8 6 و 5، نشوف العدد هذا، هل أنه هو عطيني في الجدول قابل للقسمة على 9، 2 و 9، 5 و 9، 2 و 3 و 5، معناتها يلزمني نختار واحد فيهم. كي نخزن انا قبل كل شيء العدد هذا، هل انه قابل للقسمة على 2؟ نعم ام لا؟ نسكر عينيا ونشوف رقم الاحاد، رقم الاحاد 5، رقم الاحاد 5 لا يقبل القسمة على 2، هذايا لا يقبل القسمة على 2، قد رقم الاحاد ماهوش زوجي فردي. باهي، رقم الاحاد 5 شو معناتها؟ يقبل القسمة على 5. باهي، هو في الخانة شنو عطيني؟ عطيني 9، 2 و 9، 5 و 9 و 2 و 3 و 5، إذا اللي فيهم 2 نحيهم، قلت لي 9 و 5 و 9. باهي، هو قابل للقسمة على 5، باش نثبت هل إنه قابل للقسمة على 9 نعم أو لا، يكفي إني نعمل مجموع أرقامي، نجمع الأرقام نتاعهم ونشوف هل إنه قابل للقسمة على 9 نعم أم لا. شنو باش نعمل أنا لهنا؟ باش نجي نجمع 5 مع 6 مع 8 مع 5 مع 3 ونشوف النتيجة هذه هل إنه تقبل القسمة على 9 نعم أم لا. هذه تساوي 27، 27 هل إنه يقبل القسمة على 9 نعم أم لا؟ 27 يقبل القسمة على 9 على خاطر 27 قاسم 9 يساوي 3 عملية قسمة مستوفاة، إذا العدد نتاعي هذا شبيه يقبل القسمة على 9. إذا في الخانة شنو باش نحط؟ باش نحط في الخانة نتاع 9 وفي 5 و 9، باش نحطوا العدد هذاك في قابلية القسمة على 9 وقابلية الخمسة على قابلية القسمة على 5 و 9. هاني وريتكم التمشي نتاعي. نتعدى العدد الموالي، العدد اللي بعدها، العدد هذا شبيه لانه يقبل القسمة هذا طول لا يقبل القسمة لا على 2 ولا على 5 خاطر رقم الاحاد 1، اذا بالنسبة ل 2 لا يقبل القسمة. على 2 ولا يقبل القسمة على 5 خاطر رقم الاحادي، اولا رقم الاحادي فردي وثاني حاجة رقم الاحاد له 0 له 5 ماهوش 5 1، اذا يتبقى اني نثبت انه يقبل القسمة على 9 نعم ام لا. نجي نعمل 1 مع 3 4 مع 6 10 مع 5 15 مع 3 يساوي 18، هل انه 18 تقبل القسمة على 9؟ نعم، خاطر 18 هي 9 في الاثنين، اذا العدد نتاعي يقبل القسمة على 9. سهل عملية ما غير ما نقعدو نعملو في العملية دي على 9. نتعدى العدد اللي بعده، 3 5 8 0 0. باهي، رقم الأحاد 0 شو معناتها؟ معناتها يقبل القسمة على 2 ويقبل القسمة على 5،
هذا قابل للقسم على 2 و 5. وعلى 5 تبقى مش نثبت فيها 9. شنو نعمل؟ 0 مع 0 مع 8 مع 5 13 مع 3 16. 16 تقبل القسم على 9؟ لا، اذا لا يقبل القسم على 9. نحط قابلية القسمة في 2 و 2 و 5، لأنه هو يقبل القسمة على 2 و 5. بالنسبة للعدد هذا لا يقبل القسمة، قلنا على 9 ويقبل القسمة على 2 وعلى 5. في الجدول أعطيني قابل القسمة على 9 ما نحطش فيه، 2 و 9 ما نحطش، 5 و 9 ما نحطش، 2 و 3 و 5 ما نحطش، على خاطر هو لا يقبل القسمة على 3. يقبل لازم باش يكون يقبل القسمة على 3 لازم مجموع أرقامه، مجموع أرقام يقبل القسمة على 3، وهو لا يقبل القسمة على 3، لأن نحطوه في حتى خانة الجدول العدد نتاعي هذايا. باهي، تعدل العدد الموالي. باهي، هذا إيش بيه؟ لا يقبل القسمة على 2 ولا يقبل القسمة على 5، تبقى باش نثبت هل هو يقبل القسمة على 9 ولا لا. شنو نجي نعمل؟ 1 مع 1 مع 6 مع 5 مع 3، شنو بتجيني هذي؟ 6 و 3 9 10 11 16. شبيه العدد هذي؟ العدد هذا لا يقبل القسمة لا على 9 ولا على 3 ولا على 5 ولا على 2، إذا ما نثبت في حتى خانة. تعدل العدد الموالي 3 5 6 9 4. رقم الأحاد ما هوش 0 وما هوش 5، إذا لا يقبل القسمة على 5، ولكن رقم الأحاد 2 شبيه يقبل القسمة على 2. باش نثبت على 9 و 3 شنو نجي نعمل؟ 4 مع 9 13 مع 6 19 مع 5 24 مع 3 يساوي 27. اذا شبيه هذا يقبل القسم على 3 وعلى 9. شنو باش نحط؟ باش نحط في خانه قابليه القسم على 9، باش نحط في خانه قابليه القسم على 2 و 9. فهمنا؟ تعدل 82 صفحه 69. شنو فيه 82؟ اعطيني عدد ويحب يشوف باقي القسمة نتاعو. شنو هو العدد؟ 5 2 1 9 5 4. يحب يشوف باقي القسمة على 2 على 3 على 5 وعلى 9. قبل كل شيء باقي القسمة على 2 شنو باش يكون هذا؟ باقي قسمته على 2 باش يكون 0. علاش 0؟ خاطر العدد نتاعي هذا يقبل القسمة على 2. بما انه العدد يقبل القسمة على 2 على خاطر رقمه احادي زوجي، اذا باقي قسمته على 2 0. علاش؟ خاطر رقمه احاده 4 اللي هو زوجي، اذا يقبل القسمة على 2. يقبل القسمة على 2 معناتها باقي قسمته على 2 باش يكون 0. باش نشوف تو باقي قسمة العدد هذايا على 3. باش نشوف باقي القسمة على 3. قبل كل شيء نشوف هل هو يقبل القسمة على 3 نعم ام لا. باش نجي نعمل 4 مع 5 مع 9 مع 1 مع 2 مع 5. المجموعة هذوما شنو باش يجيني؟ باش يجيني 26. هل انه 26 يقبل القسمة على 3؟ لا يقبل القسمة على 3. باش نشوف باقي قسمة العدد هذا على 3 يكفي اني نشوف باقي قسمة مجموع ارقامي على 3. باقي قسمة 26 على 3. هو 2. إذا باقي قسمة العدد نتاعي على 3 هو 2. يكفي إني نشوف باقي قسمة مجموع أرقامي على 3. إذا بالنسبة للثلاثة هو 2. تعدل باقي قسمة العدد نتاعي على 5. على 5 يكفي إني نشوف باقي قسمة العدد هذايا الأحاد والعشرات اللي هو 54. باقي قسمة 54 على 5 هو 4. إذا باقي قسمة العدد نتاعي على 5 هو 4. يكفي إني نشوف باقي قسمة العدد المتكون من الأحاد والعشرات على 5. باهي، توا باقي قسمة العدد نتاعي على 9. نشوف باقي قسمة العدد هذايا على 9. بالنسبة لتسعة كيف كيف يكفي إني نشوف مجموع أرقامي. مجموع أرقامي هو 26. شوف باقي قسمة 26 على 9. هو 8. إذا هذا هو نفس باقي قسمة العدد على 9. نعمل ملخص صغير. بالنسبة كي يبدأ عندي عدد باقي القسمة، كان هو يقبل القسمة على العدد متاعي، على الرقم متاعي اللي عطيولي، إذا باقي القسمة باش يكون 0. معناتها كان العدد يقبل القسمة على 2 باقي قسمته 0، كان يقبل القسمة على 3 باقي قسمته 0، كان يقبل معناها على 3، كان يقبل القسمة على 9 باقي قسمته على 9 0، كان يقبل القسمة على 8 باقي قسمة على 8 ولا على 4 ولا على أي عدد، معناتها باقي القسمة راهو 0.
باش نشوف باقي قسمة العدد هذايا مثلا على 3. نجي نشوف مجموع الارقام، نشوفهم مجموع الارقام باش نشوف باقي قسمة العدد هذايا على 3، يكفي اني نشوف باقي قسمة مجموعة ارقامية على 3 هو 2. باش نشوف باقي قسمة العدد هذايا على 5، يكفي اني نشوف باقي قسمة العدد المتكون من الاحاد والعشرات على 5، وهذاك هو بيدو باقي قسمة العدد نتاعي على 5. على 9 كيف كيف باقي قسمة مجموع أرقامي على 9، يكفي أني نشوف باقي قسمة مجموع الأرقام على 9، هو بيدو باقي قسمة نفس العدد على 9. فهمنا؟ باهي. تعدد صلاح 83 صفحة 69، شنو فيه 83؟ عطيني مجموعة أعداد ويحبني نحطهم في مجموعة. مجموعة أ هي مجموعة الأعداد القابلة للقسمة على 2، ب هي مجموعة الأعداد القابلة للقسمة على 3، وسي هي الاتحاد نتاعهم. معناتها عطيني هكايا. تبعوا كيف كيف صفحة 69 تو نفهموا التمرين بالبداية. عطيني هذه المجموعة أ، شبه أ قابلة للقسمة على 2. عطيني هذه المجموعة ب، شبه ب قابلة للقسمة على 3. وعطيني هذه المجموعة س اللي هي الاتحاد نتاعها. باش نحط قبل كل شيء الأعداد في الجدول. عندي 300، 300 شبيها لأنه 300 يقبل القسمة على 2، هذا الرقم أحادي 0، و300 يقبل القسمة على 3 كيف كيف. اذا 300 هو يقبل القسمة على 2 ويقبل القسمة على 3، في باش نحطو هو ينتمي للمجموعه 300، ينتمي للمجموعه س من المفروض هكا ولا. اذا نحطو طول 300 نحطو في المجموعه س الاتحاد نتاعها. اذا 300 نحطو لهنا، هنا مادام موجود فيه مزوز نحطو في المجموعه س. ب 12، 12 شبيه يقبل القسمة على 2 ويقبل القسمة على 3، اذا كيف كيف نحطو لهنا. 32 يقبل القسمة على 2 قد رقم احاده 2، ومجموع أرقامي 3 و 2 5 لا يقبل القسمة على 3 ما نحطوش. 520 يقبل القسمة على 2 خاطر رقم أحادي 0 ولكن لا يقبل القسمة على 3 خاطر مجموع أرقامه 7 ما تقبلش القسمة على 3. 33 ما يقبلش القسمة على 2، مجموع أرقامه 6 يقبل القسمة على 3 نحطه لهنا. 405 ما يقبلش القسمة على 2 ولكن مجموع أرقامه 9 إذا نحطه لهنا يقبل القسمة على 3. 8108 مادام فما 8 في الأحاد إذا يقبل القسمة على 2 ولكن لا يقبل القسمة على 3 لخاطر مجموع أرقامه 17. فهمنا؟ إذا س هي مجموعة اللي تقبل القسمة في نفس الوقت على 2 وعلى 3، هذوما يقبل القسمة كان على 2 وهذوما ما يقبل القسمة كان على 3. التمرين 4 صفحة 69 شنو فيه؟ كل إجابة صحيحة يتحصل عليها يتحصل صاحبها على 3 نقاط. كل إجابة صحيحة يتحصل صاحبها على 3 نقاط. أجاب مهدي إجابات صحيحة على جميع الأسئلة وتحصل على 48 نقطة. كم عدد الأسئلة المطروحة على مهدي؟ طريقة سهلة، نعمل 48 قاسم 3 باش نعرف خاطر هو كل إجابة صحيحة باش يتحصل على 3 نقاط. إذا باش نعرف اللي تحصل عليه مهدي نعمل 48 قاسم 3 باش نلقى 16 إجابة. فهمنا؟ عدد التمرين اللي بعده اللي هو التمرين 5 صفحة 69. شو في التمرين 5؟ إذا كان مجموع النقاط المسجلة في مقابلة لكرة السلة هو 163، هل يمكن المقابلة أن تكون قد انتهت بالتعادل على إجابتك؟ ما هي النتيجة النهائية للمباراة إذا علمت أن الفارق في النقاط هو 9؟ هل يمكن للفارق أن يكون عدد زوجي؟ أعطي من بين الأعداد المقدمة بالجدول كل قاسم مشترك للجزئيات التالية. هذاك التمرين اللي بعد باش نصحح، هل يمكن للفارق أن يكون عدد زوجي؟ إذا شنو باش نعمل هنا؟ هل المقابلة تنتهي بالتعادل ولا لا؟ العدد اللي عندي هو 163، هل إنه يقبل القسمة هذا على 2 ولا لا يقبل القسمة على 2؟ إذا ما عنديش تعادل، على خاطر كان جا عندي تعادل معناتها اللي سجلوا الفريق واحد هو بيدو اللي سجلوا الفريق 2، معناتها لازم نلقى دوبل، معناتها يقبل القسمة على 2 ولكن العدد نتاعي ما يقبلش القسمة على 2، إذا لا يوجد تعادل. باهي. النتيجه اللي تحصل عليها الفريق الخاسر كيفاش نعرف النتيجه التي تحصل عليها الفريق الخاسر؟ هي 163 هي مجموع النقاط، الفرق بيناتهم 9. طريقه سهله، شنو باش نعمل؟ 163 الا 9 خاطر باش نقص منها 9 وباش نقسمها على 2 باش نعرف النتيجه اللي تحصل عليها الفريق الخاسر، باش تجيني 77 نقطه. فهمنا؟ بالنسبه للنتيجه اللي تحصل عليها الفريق الرابح شنو باش نعمل؟ 163 مع 9 قاسم 2 يساوي 86، خاطر ديما 9 هي تفرق بيناتهم، هي اللي تفرق. اذا هل انه الفارق يكون زوجي ولا لا؟ 86 الا 77
لأنه زوجي لا يمكن أن يكون زوجي، ماهوش زوجي 86 إلا 77، لا يمكن أن يكون زوجي قدر هذا زوجي ونحيت منه عدد فردي، لا يمكن أن يكون زوجيا. إذا الفارق جيم لا يمكن أن يكون زوجيا. هو ديجا الفارق 9، ولكن باش نزيد نأكد 86 إلا 77 عدد زوجي إلا عدد فردي لا يمكن أن يكون زوجيا. أنت شنو عاطيني؟ عاطيني زوج جزئيات ويحب يشوف القسم المشترك نتاعهم. الجزء الأولاني هو 15 ضرب 33، قبل كل شيء لازم ننجز العملية نتاعي. 15 ضرب 33 يساوي 495. باهي 495 شفيه هذه؟ 495 هذه يقبل القسمة، عدد نتاعي يقبل القسمة على 5 و9 و11 و33. باهي قبل ما نجم نطلع قابلية القسمة من هذايا، هذايا نجم نحل 15 في 33، نجم نحل العدد نتاعي 15 هي 3 ضارب 5 في 33 هي 3 ضارب 11. باهي شنو نلاحظ أنا لهنا؟ إنه 3 موجودة إذا يقبل القسمة على 3، و3 في 3 موجودة يقبل القسمة على 9، و5 يقبل القسمة على 5، و11 يقبل القسمة على 11، و3 يقبل 33 معناتها يقبل القسمة على 33 ويقبل القسمة على 15 زادة كيف كيف. باهي تعادل اللي بعده اللي هو 22 ضارب 36 اللي هي تساوي 792. العدد هذا يقبل القسمة على شنو؟ يقبل القسمة على 2 على 11 على 9 وعلى 33 كيف كيف. 22 نجم نحلها هي 2، 22 هي 2 في 11 و36 هي 6 في 6 هكا ولا. اذا عندي موجوده 2 و11 و9 و33. باهي شنو القوس المشتركه اللي بيناتهم؟ شنو العدد اللي تتعاوض عندنا في قابليه القسمه اللي هنا بيناتهم هذوما الزوز؟ عندهم 33، عندهم 9 وعندهم 11. هاي 33 موجوده لنا وموجوده لنا، 9 موجوده لنا وموجوده لنا، وال11 موجوده فيهم الزوز. اذا القاسم المشترك بيناتهم هو 33 و9 و11. عطيني بعد في بي، عطيني زوز اعداد بحب يلوج على القسم المشترك اللي بيناتهم. العدد الاولاني اللي هو 3612، 3612 هذا يقبل القسمه على شنو؟ يقبل القسمه على 2، يقبل القسمه على 4، ويقبل القسمه على 3. باهي ولا العدد اللي بعده اللي هو 4512 يقبل القسمه على 2 و3 و4، 2 و3 و4. اذا شنو القسم المشترك اللي بيناتهم؟ القواسم المشتركة هي 2 و 3 و 4. إذا القواسم المشتركة بيناتهم هي 2 3 و 4. باهي هكا قابلية القسمة على 2 عندهم نفس عندهم أحد زوجي، على 3 نجمعوا المجموع لهنا عندي 6 و 3 9 و 1 10 12، لهنا عندي 9 10 12 يقبل القسمة عليهم الزوز. على 4 نشوف لهنا المتكون من الأحد والعشرات، 12 تقبل القسمة على 4 ولهنا 12 تقبل القسمة على 4، إذا يقبل القسمة على 4. فهمنا؟ تعال نصلح 87 صفحة 69. أعطيني مجموعة أعداد ويحب يشوف العدد اللي ليس قاسما مشتركا للعدد 48 و 60. كما خدمت في التمرين اللي قبلها نشوف 48 و 60 على شنو؟ 48 على شنو تقبل القسمة و 60 على شنو تقبل القسمة. 48 من المفروض تقبل القسمة على 2، تقبل القسمة على 4، تقبل القسمة على 8، تقبل القسمة على 6، وتقبل القسمة على 12 هكا ولا؟ باهي. و 60 60 تقبل القسمة على 2، تقبل القسمة على 4، تقبل القسمة على 6، وتقبل القسمة على 12. بالنسبة لقابلية القسمة على الأعداد تابعوني على سبورة نت، إن شاء الله باش نهبط لكم فيديو فيه كيفاش نطلعوا قابلية القسمة على الأعداد الكل، باش نهبط لكم ملخص صغير، تابعوني على سبورة نت. باهي دونك شنو باش نعمل لهنا؟ أنا والقسم المشترك ليس بقسم مشترك لهذين العددين، عندي 2 تتعاود، 4 تتعاود، 6 تتعاود، 12 تتعاود، إذا 8، 8 ماهوش قسم مشترك خاطر 8 موجود كان في 48 ماهوش موجود في 60، إذا هو 8. نتعدى ب، عطيني جزئيات ويحب يشوف أنا ليس قاسما مشترك للجزئيات هذيا كما خدمت في التمرين في السؤال اللي قبل، ولكن هنا عطيني جزئيات. الجزء الأولاني هو 18 ضرب 14، 18 ضرب 14 يساوي 252. العدد هذا يشبه قابل للقسمة على 2، قابل للقسمة على 4، على 6 و 9 و 8، وقابل للقسمة على 6، وقابل للقسمة على 9، وقابل للقسمة على 8 كيف كيف. تابعوني على سبورة نت باش نعطيكم ملخص ونوريكم كيفاش نطلعوا قابلية القسمة. توا نخدم لكم طول ونوريكم هذا خاطر هذا قابل القسمة على 2 زوجي، على 4
كيفاش نعمل هذه 52 على 6 على 9 نعمل مجموعة الأرقام على 8 تبعوني على 8 نخدم 3 أرقام هذوما تبعوني صبرانيت باش نعطيكم ملخص كامل كيفاش طلع قابلية القسم. باهي نتعادل الجزء اللي بعده اللي هو 21 ضرب 30 يساوي 630. 630 هذه شبه تقبل القسمة على 2 وعلى 6 وعلى 9 و 18 وعلى 9 وعلى 8 10. إذا اللي هو العدد اللي ما يتعاودش فيهم الزوز هو 4، رقم 4. إذا هذه هو ليس بقسم مشترك لهذين العددين. جيم يحب قسم مشترك للأعداد هذه بهي 74. 74 نجم نكتبها 2 ضرب 37. 37 عدد أولي يبقى هكاك. 740 نجم نكتبها 2 ضرب 370. شو معناتها؟ معناتها 2 ضرب 2 ضرب 185. نزيد نحلها اللي هي 2 ضرب 2 185 هي 5 ضرب 37. باهي تعدى اللي بعد هذي هو 11 ضرب 37. معناتها نكتبها في جذاء أعداد أولي. شنو القاسم المشترك لهذين العددين؟ القاسم المشترك لهذين هذوما هو 37. لاحظ إنه 37 موجودة لهنا موجودة لهنا موجودة لهنا. باهي تابعوني على صبورانيت باش نكمل صالحكم بقية التمارينات إن شاء الله.